هكذا يبدو المشهد في أحد شوارع مدينة موسكو مساء اليوم الأول من عطلة الإغلاق الرامية لخفض وتيرة وباء كورونا في البلاد. أما هذه فهي إحدى ساحات العاصمة المكتظة عادة بالسكان. على هذا الجانب أكثر المجمعات التجارية شعبية في القارة العجوز، ومن هذا الجانب الآخر محطة لمترو الأنفاق وأخرى لقطارات المسافة الطويلة بين المدن. كل شيء مغلق في المجمع التجاري ولا تعمل سوى المقاهي وعلى الطلبات الخارجية فقط. كل المناطق مغلقة باستثناء صيدلية والبنك والبقالة. محلات بيع الطعام تعمل فقط بعكس الباقي، وقد تم منع تناول الطعام هناك. مشهد الساحة هذا يتحدث عن أن وباء كوفيد يضرب أقاليم روسيا بحدة قاسية، ما حدا بحكومة البلاد لفرض إغلاق لكافة الفعاليات والمرافق غير الأساسية. الأرقام الحالية للإصابات بفيروس كورونا في روسيا لا تعطي أي سبب للتفاؤل، هذا ما تحدث عنه الكرملين في أول يوم من عطلة الإغلاق. الإصابات تجاوزت حاجز 40,000 لأول مرة منذ بداية الجائحة، بينما سجلت عدد الوفيات قفزة غير مسبوقة عند 1,259 حالة. وبينما تدخل البلاد في مرحلة الإغلاق شبه الكامل إن صح التعبير، تعلن تتارستان إحدى أبرز الجمهوريات الروسية عن تجديد القيود ومد الإغلاق حتى تحسن الوضع وليس حتى 7 نوفمبر. عبد الجواد الرشد، العربية، موسكو.